طلبنا وصلنا وإياكم إلى المراجعة المركزة لاسم التفضيل واسم الآلة. ذن مهمات يجي عليهن درجات بالوزارة، طلاب ما يصير تدخل الوزارة بدون أن تحفظ هذه الأشياء. واحد من الطلاب يقول أستاذ شو سهل القواعد على مراجعتك؟ طبعا، يعني يقول خيركم من تكلم بلسان قومه، فإحنا قاعد نتكلم بلسانكم وقاعد تفهمونه كل سهولة. يلا، اسم التفضيل بداية هو اسم مشتق يدل على شيئين اشتراكا في صفة واحدة وزاد احدهما عن الاخر فيها. يعني مثلا النخل في العراق اكثر منه في الحجاز. نلاحظ في المثال ان العراق والحجاز اشتركا في صفة كثرة النخيل، ولكن نخيل العراق يزيد على نخيل الحجاز، وتم التفضيل بينهما باسم التفضيل أكثر. لاحظ أكثر، عندنا هاي طبعا بالمقارنة والتفضيل بمن باللغة الإنجليزية. أوكي، مثال محمد أفضل الرجال. سؤال وزاري يقول استخرج من المثال السابق أركان جملة التفضيل. الجواب محمد المفضل، محمد اسم التفضيل، أفضل المفضل عليه الرجال. خاف يقول لك أركان جملة هي مفضل واسم تفضيل والمفضل عليه. أوكي، هو شنو؟ هو تقارن بين شيئين أو شخصين أو بلدين أو غيرها، فالمفضل واسم التفضيل اللي فضلت به والمفضل عليه. شروط صياغة اسم التفضيل، شلون الشروط مالته؟ نجيها: أن يكون فعل ثلاثيا، أن يكون فعل مثبت، أن يكون فعل مبني للمعلوم. كل فعل مفتوح الحرف الأول هو هذا شني معلوم. أن يكون متصرفا، أي ليس من هذه الأفعال. أن يكون يعني لا تصريف، أن يكون يعني مثلا لا، ما يصير ليس، بئس، نعمة، عسى. أن لا يدل على لون أو حلية أو عيب لكي لا يكون وزنه فعلاء. أوكي تمام. أن يكون قابل للمفاضلة، أي ليس من الأفعال التالية: مات، ما يصير تقول يعني مثلا شخص يعني تفاضل بها بالموت، أو نام، أو فنية، أو عمية، أو غرقة. ما يصير تقول مثلا اثنين غرقانين، ما يصير تقول هذا أغرق من هذا، ولا هذا اثنين عميان، ما يصير تقول هذا أعمى من هذا. لا، هو العمى واحد خلاص، ما بمفاضلة، والموت واحد. ملاحظة: إذا كان الفعل الذي توفرت فيه اشتقاق اسم منه تسمى هذه الطريقة بالطريقة المباشرة. مثال قال تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. اشتق من الفعل فضل اسم تفضيل بالطريقة المباشرة وضعه في جملة مفيدة. الجواب: المجاهدون أفضل، لاحظ أفضل من القاعدين. خلص هنا أنا اشتقيت من عنده اسم تفضيل. ملاحظة مهمة: إذا كان الفعل الذي لم يستوفي شروط صياغة اسم التفضيل فإنه لا يمكن أن نشتق منه اسم تفضيل. يعني مثل الفعل دحرجة، استخرج منه اسم تفضيل. الجواب: لا يمكن أن نشتق منه اسم تفضيل لأنه الفعل رباعي. تمام، احنا قلنا فقط التلاتة. سؤال: هل يمكنك أن تشتق من الأفعال التالية؟ سؤال وزاري طبعا هذا طلابنا. اسم تفضيل بالطريقة المباشرة ولماذا؟ الأفعال: ليس، مات، أحمرت، لن أفصح. الجواب: لا يمكن أن نشتق من الأفعال السابقة اسم تفضيل بالطريقة المباشرة. السبب: لأن ليس فعل جامد غير متصرف، مات فعل غير قابل للمفاضلة، أحمرت الوصف منه على وزن أفعل، لأن أفصح أو لن أفصح لأن الفعل منفي. لهذه الأسباب لا يمكننا أن نشتق اسم تفضيل. سؤال مهم يقول: إذا كان الفعل غير مستوفي الشروط هل يمكننا أن نشتق منه اسم تفضيل؟ يجي سؤال وزاري. الجواب: في حالة واحدة يمكننا أن نشتق اسم تفضيل من الأفعال غير مستوفية الشروط وتسمى بالطريقة غير المباشرة. نجي: ماذا نقصد بالطريقة غير المباشرة؟ أي الفعل غير المستوفي الشروط نشتق منه اسم تفضيل بالطريقة التالية.
مفضل مناسب زائد اسم تفضيل مناسب مثل أشد، أكثر، أحسن، أسوأ، أجمل، أقبح، أكبر، أعلى، أدنى. نحول الفعل إلى مصدر منصوب على التمييز زائد تكملة الجملة مفضل عليه. مثال: أخضرت الأرض في الربيع. اشتق من الفعل أخضر اسم تفضيل بالطريقة غير المباشرة. الأرض، لاحظ، نضع يعني شنو؟ نضع هاي الكلمات قبل من؟ قبل اسم التفضيل. مثلا أخضر، احنا شنو نقول؟ نقول أشد خضرة في الربيع منها في الشتاء. أوكي، يعني ما نقول هنا من قال لك هو اسم تفضيل مناسب يقصد من هذه أشد، أكثر، أحسن، أسوأ. أوكي، احنا باللغة الإنجليزية نقول more, most. يلا، اسم الآلة، أو اسم الآلة جدا سهل وجدا بسيط ونقدر نحصل من عنده درجات بكل سهولة. يصاغ اسم الآلة للدلالة على الأداة التي يحصل بها الفعل. مثال: فتحت الباب بالمفتاح. نلاحظ في المثال أن كلمة مفتاح، وهذا هو مرسوم يمكم، هو اسم آلة اشتق منه الفعل فتحه. يعني منين اشتق؟ اشتق من الفعل فتحه. جيد، أنواع اسم الآلة: أولا مشتق من فعل ثلاثي متعد متصرف تام. في المثال السابق نلاحظ أن اسم الآلة مفتاح هو مشتق من فعل فتحه، وفتحه هو فعل متعد فاعله تاء الفاعل، والباب هو مفعول به منصوب. تمام، يقصد هنا طبعا يقصد بالتصرف أن الفعل يأتي على صيغ الماضي والمضارع والأمر، مثل يصير هو يصير نقول فتح، يفتح، أفتح. أوكي، لازم يكون يصرف، وله أوزان: مفعل، مفعال، مفعلة، فعالة. سؤال: اشتق من الأفعال التالية أسماء آلات ثم بين وزنها: ضرب، نشر، نشف، غسل. الجواب: ضرب، مضرب، وزنه مفعل. لازم أنت اسم آلة إذا تريد تسوى اسم آلة لأي فعل لازم يكون على هذه الأوزان: مفعل، مفعال، مفعلة، فعالة. نشر، منشار. أوكي، تمام، على وزن مفعل، وزنه مفعل. نشف، منشف، وزنه مفعلة. غسل، غسالة، وزنها فعالة. جيد، الجامد هسه ذاك المتعدي، أي أن اسم الآلة ليس له اشتقاق من أي فعل مثل قلم، مدفع، سيف، مسدس. تمام، كلها أسماء آلات لا أصل لها، أي لم تشتق من أي فعل.